أهلا وسهلا بكم في درس استخدامات الحاسوب في المجتمع الكويتي. إن الأمية في هذا العصر هي الأمية الحاسوبية، فالأم الحقيقي اليوم من لا يعرف كيف يتعامل مع الحاسوب أو كيف يستخدمه. لقد أصبح الحاسوب اليوم في حياتنا من الأساسيات، فهو يستخدم في كثير من مرافق الحياة، فنجده في البنوك والشركات والمصانع والمستشفيات وفي كل المؤسسات. نجده داخل الدولة في مؤسساتها المختلفة، ويعتمد عليه في كافة الأعمال. أولا، الحاسوب في التعليم. إن تطبيقات الحاسوب في التعليم كثيرة ومتعددة، ولكن تصنيفها بصفة عامة حسب طبيعتها ضمن إحدى المجالات التالية. أولا، الحاسوب كمادة علمية. رقم 2، الحاسوب كوسيلة اتصال علمية. 3، الحاسوب كمعين للإدارة المدرسية. ثانيا، الحاسوب في مجال إدارة الأعمال. رقم 1، يستخدم الحاسوب في الجمعيات التعاونية والمحلات التجارية لتخزين المعلومات. رقم 2، يستخدم في مؤسسات المال والبنوك والهيئات والمحاسبات التي تحتاج إلى متابعة سريعة ودقيقة لأرصدتها ومعاملتها المالية. 3، كما يستخدم أجهزة السحب الآلية، حيث يستطيع العميل بواسطتها سحب أو إيداع مبالغ مالية على مدار الساعة دون الحاجة لدخول البنك. الحاسوب في الدوائر الرسمية. تستخدم اليوم كل الدوائر الرسمية الحاسوب في إدارتها لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، حيث ظهرت في المجتمعات اليوم ما يسمى بالحكومات الإلكترونية التي تقدم خدماتها للمواطنين من خلال شبكة الإنترنت. فيقدم موقع الحكومة الإلكترونية خدمات من كل الوزارات، فعلى سبيل المثال خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للتعامل مع رخص القيادة ومخالفات المرور للمواطنين. خدمات وزارة الكهرباء والماء الإلكترونية، وظيفتها دفع واستخراج فواتير الكهرباء والماء. خدمات وزارة التربية الإلكترونية، إعلان النتائج ومكتبة الاختبارات لطلابها. خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الإلكترونية، التعامل مع البطاقة المدنية لكافة المواطنين. خدمات وزارة العدل الإلكترونية، التعامل مع قضايا المواطنين والاستفسار عنها وعن أحكامها. الحاسوب في المواصلات والاتصالات. في مجال المواصلات، يستخدم الحاسوب في تنظيم عمل إشارات المرور. بعض السيارات بها أجهزة حاسوبية ترتبط بالأقمار الصناعية. هذه الأقمار الصناعية تحدد مكان السيارة، ويمكن أن تحدد خط سيرها حسب حالة المرور بالشوارع. في مجال الطيران، ساعد التطور في استخدامات الحاسوب على انتشار حركة الطيران في العالم، حيث يمكننا الآن باستخدام مواقع الخدمات للشركات الطيران الإلكترونية من حجز تذاكر السفر. لا يقتصر استخدام الحاسوب على مساعدة الركاب فحسب، بل يتعدى في ذلك إلى الطائرات نفسها في تحديد الاتجاه والمسار والأحوال الجوية، واستخدام الطيار الآلي في رحلات الطيران. خامساً، الحاسوب في المجالات الصحية. يساعد الطبيب في تشخيص المرض وعمل نتائج التحاليل اللازمة، ويستخدم في ملاحظة غرف المرضى في الأجنحة المتعددة في المستشفى، ويشارك ويساعد الحاسوب الأطباء في إجراء العمليات.